إذن سابقا قلنا أنه هذه الوظيفة اللي قمناها هي وظيفة مرجعة تعمل ريتيرن. طيب أريد وظيفة إجرائية، يعني إيش وظيفة إجرائية؟ يعني وظيفة لما نستدعيها تقوم بإجراء معين. فالآن بدلا أنه أني أعمل ريتيرن، يعني هذه الفاليو ترجع هنا، يعني هذه ترجع لك فاليو، لا أقول هذه أني راح بصورة مباشرة أعمل إيكو إيكو، يعني مباشرة أطبع لي، لا ترجع للقيمة إلى الأريا، لا اطبعني لما تعمل اوكي انت اخذ البيانات ولكن اطبع بشكل مباشر. الان بدون لا انه اعمل هذه والغي هذه، يعني مجرد انه استدعيها واعطيها الفاليو اللي موجوده عندي، اعطيها مثلا قيمه 100 وقيمه مثلا 150 كتر الاس، اذهب هنا على السيرفر اعمل تحديث راح اعطيك 1500. فاللي عمله هو اجراء هذا، يعني انت الان كلمة return يعني ترجع الفاليو الخاصة في الخاصة في المتغير مثلا الى هذا، اوكي الى الميثود او الفاكشن.